مرحبا سليم، هيدي الطيارة اللي هي سيخوي 33 راشنز الروسية. حبيت فرجيك إياها، نزلت جديد وعم تعلم عليها. صراحة it's a very powerful plane. أنا ما كنت عارف إنه الروس وصلوا لها القوة هاي. الانجنز القوة، نقطة القوة اللي فيها يعني هي الانجنز، الجت انجنز، الريشيو تبعهم اتس فيري فيري باورفول. المانوفرتي الى المانوفرز، لما تعمل مانوفرز وذ ات اتس جود بت نوت بيتر ذان ذا اف 15. بس هي بتقدم على الاف 15 ب تو ثينجز، الانفراريد رادار اللي هو كثير منيح للتارجتس القريبين اللي هو بيلو اراوند بيلو 10 مايلز. طبعا الاف 15 اتس فيري سترونج ان ذا فار تارجتس، بينما هيدي للتارجتس القريبين. والبونس الثاني اللي هو الانجنز، الانجنز تبعها ذي ار ريلي سترونج، ريلي 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 سترونج. هلا عم بعمل ليفت تيرن، بدي اعمل لاندنج على الكارير اون سي لاندنج، وحبيت فرجيك هذا الكانوبي تبعها. اتس رياليستيك ريلي، تحس اتس ريلي ستيبل، اتس ريلي ستيبل بلين يعني. و اي جاست وانت تو شو يو ذا لاندنج. عم بعمل هلا ديب دايف تو لوز هايت. اي بوت ذا اير بريكس اون تو لوز سبيد. Landing gears on. هاني عملت ستال الطيارة، طبعا فيها auto recovery system. حطيت ال full thrust. As I told you it's a really stable plane. I could recover it يعني very soon. طبعا هذا الهوك، الهوك مشان يمسك بالهوكس تبع الكارير. Also it's down. عم بيقول لي ping of fuel، ما عندي fuel بعد. I think I have only around 100 kilos of fuel. It's a very nice plane صراحة. فيها options أنا ما كنت متخيل يكونوا بطيارة. الثراست اتس ريلي ريلي ا بونس فور ات، اتس ريلي ا سترونج بلين. طبعا الاف 15 كانت لاند اني كارير، اتس نوت ديزايند تو هاندل ا كارير لاندنج. طبعا الجي فورس اللي بيتحملها البادي تبع الطياره ات شود بي اتليست تريبلد لما تكون اتس ايبل تو لاند ان كارير لاند، لانه بيتحملوا فورسز كثير قويه. فتصميم الطيارة لازم يكون مختلف. ال F-15 طبعا اللي بطير عليها it's not heavy weight، فالمانوفرز تبعها it's really strong but it's not stronger than the Sikhoi in the body as a body. يعني ال Sikhoi لما عم طير فيها in the battles it can handle really too much، يعني بنصاب أكثر من مرة and it still can fly. Okay, just want to show you the landing. This is from inside. How it looks. And this is from outside. Landing. It was really nice landing. Within safety limits. No damage. This is the carrier. وانا بتمنى انك الجرافيكس تكون عم بتشوفهم مثل ما انا عم بشوفهم لايف. طبعا على اليوتيوب بيصير في ديستورشن للصوره غير اللايف. اليوتيوب بيعمل لها ديس كواليتي اي ثينك، بينزل لها دي بي اي شوي. بس ذا جرافيكس ار ريلي ريلي نايس. طبعا عملنا فولدنج للوينجز لحتى نعمل لها باركينج. حارجع اعمل لها تيك اوف، حفرجيك التيك اوف هلا. I should refuel طبعا، بس انا بس مشان الفيديو لفرجيك، لانه I'm really ping of fuel.
I'm making my right turn. And this is the view from inside. This is my right turn. My left turn. Up. I show you all the plane. I'm بعمل unfolding the wings. And I'll take off. Full thrust with brakes, afterburners on, and take off. Fuel 500. Gears up, flaps up, and gear down, gear down, gear down, gear down, gear down. That's it. شغلت لك السموك. And recover again. خليني طفي الانجنز معاي. There is no fuel. Okay, Salim, hope you enjoy.